تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي اخترنا منها لكم: تدخين الأم خلال مدة الحمل يسبب تلف شبكية عين طفلها. تفيد دراسة دنماركية حديثة بأن تدخين المرأة الحامل خلال مدة الحمل قد يتسبب في تلف شبكية عين الطفل، ويقول الباحثون إن تلف طبقة الألياف العصبية في شبكية العين قد يزيد من خطر ضعف النظر والإصابة بالمياه الزرقاء. ونطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: علماء إيرلنديون يبتكرون حقنة تعالج القلب بعد الأزمة. للمرة الأولى في العالم ابتكر باحثون إيرلنديون حقنة جديدة تعالج القلب بعد تعرضه للأزمة القلبية، ووجد الباحثون أن المرضى الذين عانوا من نوبات قلبية كبيرة ضعفت عضلات قلوبهم وعندما تم حقنهم بجرعات منخفضة من بروتين خاص رجعت قوة إلى قلبهم. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: دراسة الأنزيمات قد تعالج زيادة الوزن. جاء في تفاصيل الخبر: خلصت دراسة حديثة إلى أن السبب وراء اكتساب الأشخاص مزيدا من الوزن في منتصف العمر ربما يكون راجعا لأحد الأنزيمات الموجودة في الجسم. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة القدس: القبس الكويتية وفصيلة الدم تؤثر على احتمال الإصابة بأزمة قلبية. جاء في الخبر: كشفت دراسة هولندية جديدة أن أصحاب فصيلة الدم أي وبي وأي بي أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب وخاصة الأزمات القلبية مقارنة بأصحاب فصيلة الدم أو. ودعت نتائج الدراسة إلى تعديل التوجيهات الطبية ليراقب الأطباء صحة قلوب أصحاب فصائل الدم الأكثر مواجهة للخطر.